واضحك يا سيدي من قلبي موسم الثاني بفكار مجنونة صوت الضحكة ما اقدر اخبي اجتماعي ثقافي لو تبي رياضي تجلس تشوف لو ما انت فاضي من سنة وانت تتابع لين صار عادة اترككم للفلة استمتعوا يا سادة. شوف ابيك تقص لي من هنا وتحط هدفنا الثاني عقبه. ماشي هذا اوكي. يا اخي والله حاله يا اخي اجل يقارنون دجاجهم بالسكورنا احنا اجل برازيل احسن مني عشان دخل فيهم 7 بس. حنا يا ابويا 4 اهداف في شوط كامل 45 دقيقة هم 5 اهداف في 23 دقيقة وبين جمهورهم وفي ارضهم اللهم لا شماتة. بس هم 7 وانتم 8 وبعدين البرازيل جابت هدف على الاقل. يا حبيبي ملعوبة ملعوبة النتيجة في كل المباراتين واحدة 8 صح ولا لا؟ انا ايش دخل اهلي بهالحكي؟ شو بدك نساوي عشان ناخذ فلوسنا وخلاص. طيب شوف حط الاهداف هذه لا ولا اقول لك حط هدف الماني علينا وهدف عليهم حلو وحط الاغنيه اللي جبتها لك. خلاص دقايق وبيكون جاهز. برازيل قال دجاج صقور. احبك لو تكون حاضر احبك لو تكون هاجر احبك لو تكون حاضر احبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرقني ومهما الهجر يحرقني راح امشي معاك للاخر احبك لو تكون حاضر احبك لو تكون هاجر احبك لو تكون حاضر احبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرقني مهما الهجر يحرقني راح امشي معاك للاخر. أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك وبكرة لو تعتاني أخلي الغالي يرخص لك. أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك وبكرة لو تعتاني. مرينا بيكم حماد واحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هوا شمينا ريحة هيلي والله متوالى فيه ويا الدروب وترابك ترابي متوالى فيه ويا الوكي وترابكي ترابي وهذا رهوى هم ولك حدر السنة بالقزي. طلع الفلوس اللي في جيبك. نعم طلع الفلوس اللي معك. اقول اتكل على الله اتكل الله وكفيتك بس كفيتك انت وانا اخويك اتكل على الله. يلا اقول طلع الفلوس اللي معك وذب اللي مع الحرمه هذه. يلا يلا عجل ضف وجهك انت وخويك وتعقبون تلمسوني ولا تلمسون زوجتي دام راسي شمالها واتكل على الله. يلا طلع الفلوس اللي معك ولا اعرف كيف اطلعها انا. لا تهدد انت. طيب اوكي واخر يدك حبيبتي لا تخافين انتبهي كلها 10 دقائق امردس فوجيهم وارجع لها. عطهم اللي يقول ما يبي مشاكل. انت ما عليك يا بنت الحلال الزبده في حبوب في الشنطه. لا قلت لك اعطيني حبوب القوه على طول قطيها لي وما لك دخل. ان شاء الله. اي لاف يو. لاف يو تو بيبي. اي لاف يو مليونين حبيبتي. تعالت وياك. تعال. لا لا اصبر 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 وياي. اصبر.
اسمع اسمع اعطيني الحبوب اعطيني الحبوب اعطيني الحبوب فك قولت اعطيني الحبوب يا بنت اعطيني الحبوب انطلي ماهر حرام عليك حرام عليك يا بنت الناس ليش تصحيني ليش تصحيني ليه لي نص ساعة دوسوا في وجهي دوس ما صحيتيني ويوم أنا جيت بفرشهم صحيني مين هذولا اللي تحرشوا فيني أنا وياك اللي تحرشوا فيني أنا وياك أقول ارجع نام أنا بأخذ الليموزين قالت الليموزين قالت يعني لا أنا اللي وديتها ولا اللي أنا طقيتهم يا محسن لك فور ثري تو ون يا استاذ شعبان ايه نجم يا بيه السيجاره يا بيه اللي بوقك تيجي عايزين نصور مفيش حاجه في بقى نجم بقت في ايدك مفيش حاجه في ايدي يا نجم احنا نرقص بعض بقى يا استاذ شعبان يلا يا بيه تصوير خد يا نجم استنى بس الو سلام عليكم خد هذا يا عم سلام عليكم انا في الاستوديو يا بيه انت بتكلم مين مفيش شبكه اصلا في الاستوديو يا استاذ شعبان بتكلم مين لا راجل اقفل بقى طيب سلام عليكم يلا نجم اديني تصوير 4 3 2 1 ايه انا بكره اسرائيل وبقولها لو اتسال ان شاء الله متقتيل او اخش المعتقل ايه لا اديني الدواء نجم اديني الدواء نجم كفايه يا ريس ده صابون يا نجم ولا ايه ده يا ربي على الاستظراف طب بص اسمع دي يا نجم اسمع دي مني اسمع دي مني اهواك 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 واتمنى لو انساك اهواك 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 واتمنى لو انساك بس دي ما بتتقالش كده يا شعبولي بتتقال ازاي يا نجم اهواك واتمنى لو انسى صلى على النبي يا نجم وانسى روحي وياك ونضاع تبقى فداك لو تنساني وانسى عيني عليك يا نجم وتريني بنسى جفا ده انت اجدع من المنور واشتاق لعذابي معاك ادينا كمان والادموعي فاكراك ارجع تاني في الوقت الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يكون في هواك في هواك طول حرمان يلا حولهم حلو قوي ستايل فندام ده ادينا نجم ولاقيك عينا نجري مشغول وشاغلني بيك الله عليك ايه وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت اداني ورعيك بس خلاص النجم ممكن تشرب ميه كات